زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة. الحكومة المغربية تسعى إلى دمج كنوبس والسينيسيس أية مخاطر، والهجرة الجماعية إلى سبتة عبر الفنيدق. ثلاثة محاور نناقشها مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي. سي عزيز مرحبا بك. أهلا حميد وشكرا على الاستضافة. وباسمنا وباسم الزوار الموقع المتبعين كنباركوا لك الزواج. شكرا. بالرفاهي كنقولوا بالرفاهي والبنين. شكرا. سيدي مبروك عليك والله يجعلها ان شاء الله حياتك كلها مليئه بالمحبه والسعاده. شكرا. سي عزيز سؤال مباشر، ظهرت واحد الاصوات يعني جنحت نحو التكفير في اللحظه اللي مات حسن نصر الله والمجتمع، كيفاش شنو تفسر؟ كنظن باللي تبعت شويه هذا النقاش، الناس ما مع الاسف الناس جاهله، حتى هاد رجال الدين فعلا لما تتهضر على واحد عاش حياته كلها مقاوما ومقاوم الكيان الصهيوني بكل ما يملك وبكل هذا، وكتجي كتنعتو ببعض النعوت سيرتو شي واحد ديال الوجدان النهاري ولا فقيه ما كيقدرش يتوضا، يتوضا حتى بالمبارد وكيهضر على حسن نصر الله، خايف يتوضا بالمبارد وكيهضر على واحد مده 32 سنه وهو حامل روحه وكف على كفه ويقاتل ويناضل بشكل يومي. كنظن باللي خصهم يحشموا. ماشي غير عدد من الاصوات يعني، لا في لحظه الاغتيال يعني في طبعا لان هناك شحن ديال الشارع، ما نساوش على ان هذه مده من 2006 والكيان الصهيوني يشتغل على هذه السرديه. على هذه السرديه ديال ان العدو الرئيسي هو ايران، العدو هو الشيعه، العدو هو هذا، وان السنه في اطمئنان وكذا وكذا، من 2006 وهذه الاسطوانه خدامه. إذا ما غادي توصل لهاد النتائج بشكل اللي لاحظتي واحد الحاجة، علاش في 2006 في التظاهرات اللي كانت في الرباط والدار البيضاء دائما كانت ترفع صور حسن نصر الله وترفع أعلام حزب الله، ولكن من 2006 وهناك اشتغال على هاد تغيير هاد الصورة ديال حزب الله وديال المقاومة من أجل المس بها ومن أجل انتزاعها من محيطها الاستراتيجي، مش البيئة، البيئة الحاضنة طبعا ما كيهضر عليها حتى واحد، ولكن العمق الاستراتيجي لها محاولة ديال العزل ديالها. ولا وحنا المغرب شوف عاش حد الاسم ديال الحسن، عندنا الحسين طبعاً، الاسم ديال علي عندنا تاريخيا وبعض العادات مع كامل الاسف. عزيز واحد الموضوع، لكن نقطه اخرى، اول دوله بمفهوم الدوله الشيعيه كانت في المغرب، الادارسه دوله شيعيه، دوله شيعيه صحيح، وحتى الان بقى بعض المظاهر في مناطق ديال واد زام، في بعض المناطق بقى مجموعه ديال المظاهر. عزيز قبل ما نمشيو للفنيدق اخر سؤال بخصوص هذا المحور الاول، خلف اليوم حسن نصر الله واش كتوقع على ان يكون خير خلف؟ لا اظن باللي حزب الله هو حزب ديال المؤسسات، اذا المساله ديال التعويض ديال حسن نصر الله غادي يتم وفق القانون اللي كاين، لان اصلا حسن نصر الله كان خصو سنه 2000 يمشي، لان الولايه عندهم جوج ديال الولايات 92 فاش طلع حسن نصر الله، اذا 2000، ولكن انا ذاك نظرا للظروف ديال التحرير اللي كانت تم التمديد واستمر. الان الاسماء المقترحه كاين هاشم صفي الدين وكاين نعيم قاسم، على اعتبار ان الاسم الاخر اللي كان ديال نبيل قاوق استشهد كذلك. بالنسبه لهاشم صفي الدين من سنه 96 وهم يعدونه ليكون خلفا لحسن نصر الله، ولد خالته، ابن خالته، خالته طبعا، هو معروف ولي اليوم ديالو، لا هو اللي كان مسؤول على الماليه ديال الحزب، كل ما يتعلق بالماليه ديال الحزب كان مسؤول عليها هاشم صفي الدين. شويه يقال بانه راديكالي اكثر من حسن نصر الله، مش مساله، لان قلت لك انا حزب الله يشتغل بالمؤسسات، هناك المجلس الجهادي هو الذي يقرر اكثر، ولكن طبعا كل امين عام عنده طابع ديالو ديال العمل ديالو. اظن على ان هاشم صفي الدين، وهذه كتوقع دائما في التنظيمات العقائديه، فاش يكون القائد الاول اللي كيتوفى وكيكون عنده واحد الطابع قوي اللي كيجي موراه ما كيمكنش يتراجع، مثلا لا يمكن لاي واحد يطلع امين عام دابا ديال حزب الله ويتراجع على وصيه حسن نصر الله، الوصيه الكبيره اللي كانت في الخطاب الاخير هي لا رجوع للصهاينه للشمال فلسطين دون ان تقف الحرب في غزه. اذا هذا شعار ما يمكنش واحد يتراجع عليه. اذا صعيد مستمر طبعا. يقال بان حسن نصر الله كانت قيادات واصوات داخل الصف الاول في حزب الله تدعو الى ضربه الابيب يعني بقوه، كان حسن نصر الله ضد هذا طبعا، كان ضد هذه الفكره، وكان هو التوازن اللي كان داير ماشي فقط لحمايه الابيب بل لحمايه بيروت، هو المعادله اللي كان داير حسن نصر الله، قصف الجنوب او الضاحيه الجنوبيه يوازيها قصف ضواحي الابيب، وكان يقول دائما على ان اذا قصفت بيروت غير الضاحيه الجنوبيه سيقصف تل ابيب. اذا كان هذه المعادله اللي كان داير هو، هل سيتم المحافظه على هذه المعادله او لا؟ ان شاء
شخصيا لا أظن. عزيز المشاهد التي أمامك أكيد تذكرك على ضوء التطورات الأخيرة والأحكام الصادرة في بعض المعتقلين. كنظن باللي فيما يقع بالفنيدق ثلاثة ديال جوج نقاط كبار. النقطة الأولى أين وصل التحقيق؟ لأن أول موقع في الفنيدق سمعنا لأن الفرقة الوطنية مشات بعد الصور اللي بانت ديال التعذيب أن هناك فرقة الوطنية والنيابة العامة فتحت تحقيق. أين وصل هذا التحقيق؟ بخصوص الصورة اللي تكلمتي عليها، هذه الصورة هي موضوع بلاغ للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي موضوع تحقيق من طرف الأجهزة القضائية المختصة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الناطق باسم الحكومة فاش كانت الأحداث ديال الفنيدق خرج بتصريح لأن ما وقع وقع ولكن لم تكن هناك وفيات، في حين لأن حساب بعض البيانات ديال بعض التنظيمات السياسية يتحدثون على الأقل 8 حالات وفاة. شكون اللي قال هادي؟ الشبيبة ديال الفيدرالية الديمقراطية ديال الفيدرال. وجود وفيات. طبعا هضرت على 8 ديال في البيان ديالها، تحدث على 8 وتم التأكيد ديالها من خلال طرف الحكومة، لأن الأمس أو قبل أمس تم تسليم جوج ديال الجثث للجزائر. كيفاش دابا ناطق رسمي يخرج يقول علاش قلنا فتح تحقيق وكيصرح دابا كيفاش غيولي؟ طبعا من غير هادشي هو تيجي تيقول لك ما كانش حالات وفاه، حنا على الاقل ما نهضروش على دوك الثمانيه، هادو اللي تم تسليمهم للجزائر جوج ديال الجثث، اذا ها هما جوج ديال حالات الوفاه. في هذا الصدد لا بد من التنويه بالمهنيه الكبيره التي تعاملت بها القوات العموميه في احترام تام للضوابط القانونيه واتسمت بالحكمه، حيث حرصت اولا وقبل كل شيء على ضمان سلامة هذه الفئة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف هؤلاء. إذن هذا الناطق باسم الحكومة أي مصداقية له؟ فاش يجي تيقول لك ما كانش حتى حالة وفاة ويؤكد، في حين أننا حنا كنهضروا على الأقل 8 ديال الحالات ديال الوفاة. ثانيا لم يتم الحديث عن المفقودين، هناك شباب دراري صغار مشاو تيعوموا، شكون اللي غرق؟ واش عندنا شي معطيات على هادشي؟ ثانيا هو تيجي تيقول لك أن العدد الإجمالي ديال اللي كانوا تماك 3000. وشكل عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية ما يناهز 3000 شخص. الوركنو على الأقل العدد على حسب الفرع ديال الجمعية ديال تطوان الذين تم ترحيلهم من الفنيدق، تم ترحيل 4070 واحد. إذا فين 3000 ديالو هو؟ إذا هناك تغليط، هناك إعطاء معطيات غير دقيقة حول ما وقع في الفنيدق. ننتظر تحقيق. الحديث على شي محطة أخرى 30 شتنبير، طبعا لأن دائما غنبقاو نوقفوا أمام هذه الحالة. هذه الدعوات كتجي في الفيسبوك لي ريزو سوسيو، ولكن المشكل اللي كاين هو التعامل ديال الدولة مع هادشي، لأن ما وقع نهار 15 كنظن باللي من خلال الناس ديال المنطقة لاحظوا من يوم 10 في الشهر كان وصول ديال مجموعة ديال الشباب للمنطقة. إذن علاش الدولة لم تتحرك من 10 إلى غاية 15 في الشهر؟ وهي كانوا بانوا ليها راه ولاو دي جون تيجيو كيطلعوا. علاش ما تحركتش؟ كنظن باللي هي الميساج اللي بغات تدوز لإسبانيا والاتحاد الأوروبي على أنني قادرة أن أحمي الحدود بشكل جيد ونوقف المهاجرين باش يوصلوا عندكم. هذا هو الميساج، لأن من بعد ما وقع في الفنيدق الداخلية الإسبانية مخرجة بيان وتفتخر لأن المغرب منع من المرور ديال هذا، وكان أن الأداء الحكومي أو الأداء الأمني كان جيدا. شنو قصة شي اتهام كان لكم بخصوص واش عنده علاقة بهذه الدعوات المجهولة؟ كان شي اتهام للجمعية؟ الجمعية خرجت شي بلاغ؟ لا ماشي اتهام، كل ما هناك كان واحد البلاغ تيدور في لونطيط ديال الجمعية دعوة الوقفات مجموعة من المدن، في حين أننا إحنا فاش كنصدروا شي حاجة كنديروها كنتحملوا مسؤوليتنا فيها. طبعا لذلك كنصدرنا واحد البلاغ باللي هذاك البلاغ ماشي ديالنا للتوضيح للرأي العام. شنو نختموا هذا بخصوص هذا المحور ديال الهجرة، شنو رأيكم أنتم كجمعية لهذه المشكلة ديال الهجرة؟ شنو هو المشكل؟ كنظن باللي المشكلة في الهجرة أن الوضعية الاجتماعية ديال البلاد هي اللي كتدفع انسداد الأفق امام الشباب، ولا كيدفعوا لهادشي؟ لان فاش كتجي الحكومه وتقر ان على الاقل عندها واحد مليون ونص ولا جوج المليون ما بين 15 و 24 سنه ما تيقرا ما تيخدم ما كيستاجي ما حتى حاجه، اذا هذا اش كيتسنى؟ قل بولا اش كيتسنى؟ ثانيا المشكله علاش سبته وعلاش هذا؟ لان لا بروكسيميتي. ثانيا بعض الازمات مثلا في الوقيته ديال كورونا وما تلاها والاغلاق ديال المعبر ديال السبته كانت على الاقل 900 امراه تشتغل في ما يسمى بالتهريب ولا النقل ديال، اذا هاد 900 اسره فينا هي؟
كان ديك الساعه الحكومه جات ووعدات غادي ندير لهم ونديروا مشاريع وغيتم هذا هادشي كاع ما شفناش. اذا راه هاد الاطفال اللي كيحاولوا الهجره هم ابناء واحفاد هاد النساء اللي كانوا كيشتغلوا في المعبر. انك كتسد معبر وكتخلي الناس في الزنقه، اذا كيتسد الافق كيولي الحل الوحيد هو الهجره للخارج. اخ عزيز نختم هذه الحلقه، الحكومه المغربيه تسعى الى دمج كنوبس والسينيسيس، شنو هي المخاطر؟ كنظن باللي هذا مشروع ديال القانوني كان تطرح تم السحب ديالو، ولكن فقط لانتظار الفرصه للتمرير ديالو، لان مع الاسف هذه الحكومه اللي كتهضر على الدوله الاجتماعيه تحاول ما امكن ان تنسحب من كل شيء وان تترك المواطن يعني عرضه لانه يخلص كل شيء. فمثلا بالنسبه لاسينيسيس ولا كنوبس هذا كان واحد الوقيته نقاش وكان مطلب، ولكن المشكل فين كاين؟ عوض ما يوقع الدمج ديال لاكنوبس ولا سينيسيس ونمشيو للافضل، القانون ديال الدمج ديال لاكنوبس ولا سينيسيس غيدينا الأسوأ. انا نعطي مثال فيما يتعلق بالمساهمه، المساهمه مثلا ديال الاجراء فلاسينيسيس هي 2.6 بالنسبه للاجير، 2.6 للباترون، وكتمشي بروبورسيونيل لو سالير. بالنسبه لاكنوبس كاينه 5% ديال الموظف، ولكن عندها ان بلافون، عندها ما تقلش على 70 درهم وما تفوتش 400 درهم. دابا هذه ما تبقاش، غتولي 2.6% شحال ما كان السالير ديالك. المشكل ماشي في هذا، المشكل هو في الخدمات المقدمه. مثلا بالنسبه للتعويض على التحاليل، فاش كدير التحاليل بالنسبه للسينيسيس كتعوضك 70%، لاكنوبس كتعوضك 80%. نعطي مثال واضح جدا، مثلا بالنسبه ناخذ امراه غادي تولد، غتمشي تولد بالسيزاريان، الطريف ناسيونال ريغلومونتير هي 8000 درهم. الا عندك لاسينيسيس كتخلص 30% على 8000 درهم، يعني كتجيك 2400 درهم. إلا عندك لاكنوبس كتخلص 10%، كتخلص 800 درهم. إذا الفرق هي ما بين 800 و 2400 درهم. علاش؟ لأن الدولة غادي تخرج من هادشي وغادي تخلي هاد الريجيم ديال لاسينيسيس هو كيفا جيري بهاد الإمكانية. مثلا في كاع لي بريزون شارج ديال العمليات اللي ثقيلة كاع، بالنسبة لاسينيسيس كتحمل الباسيون ولا المريض كيتحمل 30% ولاكاس كتحمل 70%. لاكنوبس دابا المواطن كيتحمل فقط 10% الموظف، ولاكنوبس كتحمل 90%. اذا عندنا 20% اللي غادي تزاد على الكاهيل ديال الموظفين فاش غيباسكيليو لاسينيسيس. واش هذا هو التصور ديال الدوله الاجتماعيه؟ من غير هذا مثلا قبيله كنهضروا الحوار ديالنا بديناه على ما يقع في الشرق الاوسط، وكاين خبر هذا الصباح ديال ان البري ديال البترول زاد ب 5%. في الوقت اللي كنا كنهضروا بدات واحد التراجعات واحد المده، الامس فاش بدا القصف الايراني زاد ب 5%، بمعنى عاوتاني غادي نرجعوا لهاد الزيادات في الثمن ديال البترول، مع العلم على ان الا خدينا اليوم حيدوا هاد 5% الثمن ديال الباريل، الثمن مثلا ديال المازوط خصو يتباع ب 9.80 دراهم، ليسونس يتباع ب 10.90 دراهم، في حين ان احنا عندنا دابا 12.90 دراهم وعندنا تقريبا 11.80 دراهم، يعني 2 دراهم زياده في اليترو ديال ليسانس والمازوط خارج القانون. زياده على كاين واحد التقسيم مزيان نتقاسموا هاد المره مع الناس باش يعرفوا شكون اللي كيربح من الثمن ديال البترول. فاش كنقولوا مثلا عندنا 100 درهم، ناخذوا مثلا 100 درهم كثمن ديال البترول، هاد 100 درهم كيفاش كيتقسموا؟ كيفاش كتقسم؟ عندنا 38% هو الثمن ديال البترول الخام، ياك 40% هو الثمن اللي فيه الضرائب وفيه التكرير وفيه التوصيل وكل شيء، ولكن اصحاب سميتو الارباح للفاعلين 22%. واو. النقاش خصو يدار على هاد 22%. لا، النقاش كيد على حسن ناس الله واش كافر واش مؤمن، والنقاش على المهدي واش عنده قميجه حمراء ولا قميجه خضراء. شتي دابا ملي كتجبد هذا الشيء، شوف دابا كيفاش هاد الناس صحاب الشكاير والمستفيدين اللي كيحلبوا الشعب، دابا تصور السوشيال ميديا النقاش اللي فيها. ان 22% رقم كبير جدا، في حين انه ما خصوش يتجاوز 15%. اكفس واصعب الظروف 15%. اذا عندنا ما بين 15 و22% عندنا 7 ديال النقاط اللي كنخسروا. بس بعد النقاط قادر الثمن ديال البترول. علاش نسولك عزيز، مال هاد البلاد؟ علاش هاد الشعب؟ دابا انا قريت شي ماده مؤخرا على الدواء عاوتاني، شحال هضرنا وياك على الدواء واسعار الدواء. تصور دول قويه
السوسيال ديالها بحال فرنسا بلجيكا بلجيكا وحنا المغاربه مساكن اللي عنده السميك 3120 درهم وعندك البولحم وكتبيع له الدواء بل اكثر من ذلك. هادشي ديال لاكنوبس وديال لاسينيساس هاد الادماج علاش جا بين النقاط؟ علاش جا؟ لان لاكنوبس في 2027 2024 26 2026 27 كتدخل في الديفيسيت حتى هي كانت غدير فايت. لاسينيساس كيهضروا على 2033 34 السبب ديالو هو الغلاء ديال الثمن ديال الدواء لان تقريبا في التعويضات اللي كدار 40% ديال الدواء بمعنى الا عندك الثمن ديال الدواء رخيص هاد لي كيس ما عمرهم يديروا فايت. صحيح ولكن كيديروا فايت لان الثمن ديال الدواء مرتفع وغالي. طبعا عزيز نختموا هاد الحلقه كيف تقرؤون ولا كيفاش جاكم هاد القرار النظام الجزائري ديال فرض جيز الفيزا المغاربه ما يدخلوا بالفيزا؟ لا كنظن باللي ماشي القرار ديال الفيزا لم يزعجني كثيرا من هذه داخله في اطار السياده في اطار كل دوله تقرر ما تقرر ولكن السؤال المطروح هو وضعيه المغاربه لسنين هما عايشين تماك. دار لهم واحد 72 ساعه خصك تريغولاريزي وضعك. اذا شنو هي الوضعيه ديال المغاربه اللي ما قدرش يسوي وضعيته في 72 ساعه او لا شنو القرار 72 خوي؟ طبعا مع العلم مع العلم لان الرقم ما كاينش شي رقم دقيق ديال المغاربه المتواجدين مي ليستيماسيون اللي كانت تقريبا واحد ما بين 300 و 400 الف مغربي. دابا القرار الزرعه على المغاربه بواحد المغاربه بوحدهم فرنساويين تما ماشي لا طبعا هذا قرار ما زعما كنقول لك شنو هي الوضعيه ديال هاد الناس. دابا شنو غادي يدير في الجزائر؟ مجموعه الاطور حيت المغاربه هما اللي قتلوا مليون شهيد مجموعه الاطور اللي محتاجهم الجزائر غتخليهم سيرتو في الدومين ديال الفلاحه وهذا اللي كمجموعه ديال المهندسين اللي مشاو الطبقه الاخرى كامله غادي تطرحها. ولكن شنو تفسيرك على ذاك حقوقك؟ لا ما تنقول النظام اللي كيوصل معك لهذا المستوى انا تنقول لك لا راعي لا الروابط لا العرقيه ولا التاريخيه ولا الدينيه والمشاركه في ضد تنقول لك لان الازمه اللي كيعيشها النظام الجزائري كيحاول يصرفها بهذه الطريقه مع الاسف. النظام الجزائري كيعيش ازمه طبعا كيحاول يصرفها كتصرف بهذه الطريقه هذه طريقه كلاسيكيه طريقه كلاسيكيه للتعامل تصدير الازمات تصدير الازمات كان الازمه ديال البطاله اللي كاينه في الجزائر من خلال افراغ 300 الف مغربي من الجزائر ستحل ازمه البطاله في الجزائر لا اظن. كتوقع شي رد مغربي على هذه الاستفزازات الجزائريه؟ ما الرد لان العدد ديال الجزائريين هنا ما كيتجاوزش 30 الف مرحبا بهم ما حتى دابا انا زعما التخوف الكبير ديالي هو الوضعيه خاصه انك كتاخذ قرار في هذه الوقيته الدخول المدرسي شيكون الوضعيه ديال الابناء ديال هذه الاسر اللي كيقراو في الجزائر عدم الاستقرار اللي غادي يعيشوا فيه اذا مع الاسف غادي تكون مآسي اخرى. الشيعه ولا السنه اللي داروا هادشي؟ دابا بلاتي واش الشيعه يديروا هكا قولي الحق دابا انا صلى الله يدير بحال هكا انا قلت لك قرارات ما لا بلاتي دابا واش دابا دابا ناس دابا اللي كيهضروا هنا الشيعه واش حسن نصر الله يقدر في الدخول المدرسي ولاد المسلمين يدير لهم بحال هكا؟ النقاش حول حسن نصر نقاش مغلوط. حس عزيز غالي رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كنشكرك شكرا على هذه الحلقه ونتمنى نتلاقاك في فرصه اخرى بحول الله. بهذا متتبعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه نشكر لكم طيب المتابعه والى